تسلم ايديكي والله يا حبيبتي، اكل زي الفل، طبيخك هايل وخصوصا الجبنه واللانشون والجبنه الرومي والتوست، يعني نفسك هايل في الفطار. تسلم. التريق التريق على الصبح. لعلمك بقى انا مش عايزه احرجك واقول لك ان طبيخ اللي انت بتتريق عليه امك كل يوم تفتح حله اللحمه اللي انا سرقها وتسرق ثلاث حلل لحمه. ايه ده امي؟ ده يعني نفسها حلوه قوي، وانت ايش عرفك انها ما ممكن تكون امك؟ انتوا الاثنين متعلمين من بعض الطبيخ وبتاكلوا اكل بعض. لا طبعا مامتي ما تعملش حاجه زي كده، وعموما انا مش ههدى ولا يهنالي بلغي لما اعرف مين اللي بيسرق اللحمه من الحله. ماشي ماشي. طب بقول لك، مش طبخه زيتون اسود جنب الفطار؟ طريق الطريق. بقول لك ايه عادل، صحيح انت فاكر صاحبتي سعاد بتاعت الكليه؟ فاكرها. مش دي اللي من ساعه ما اتجوزت انت ما تعرفيش عنها حاجه؟ لا بقى الحمد لله، بقى اتطلقت وكل يوم بتكلمني، وكانت عايزه تيجي تزورني فانا عزمتها تيجي تقضي اليوم كله معانا، تتغدى وتاكل وتنام. ده على اساس ايه يعني؟ ان انا فاتح دار مطلقات؟ حرام عليك يا رانيا، هتيجي تقعد فين؟ ده احنا بنمشي في البيت ده بالجنب. يعني ايه عادل؟ ما هو اصل ما ينفعش، انا اللي عزمت عليها انها تيجي، ما ينفعش ارجع في كلامي، شكلي هيبقى وحش قوي. احنا شكلنا هيبقى اوحش لو جت قعدت معانا هنا اهو. قومي شوفي طبخنا طماطمايه ولا خيارية ولا حاجه جنب الجبنه، هات الجبنه لوحديها كده. مش هطبخ لك حاجه ثانيه يا عادل، واساسا انا غلطانه ان انا قاعده بتكلم معاك. ماشي. صباح الخير يا عادل. صباح الخير يا ماما. فاكر يا حبيبي طنطك فتحية اللي كانت ساكنة ببيتنا القديم؟ طبعا فاكرها. مش دي اللي كان جوزها شغال في مجلس الشعب وطول الوقت بتقول جوزي في مجلس الشعب وفي النهاية طلع فراش في مجلس الشعب؟ ما هو نجد الجبان طلقها. وطبعا انت عرضت عليها تيجي تقضي يوم عندنا هنا في البيت، صح؟ مش واجب برضه يا عادل؟ واجب؟ مش عامل الواجب يا ماما، مش عامل الواجب يا ماما، حرام عليكوا احسوا بيا يا ماما. معقولة؟ يعني احنا في البيت ده محتاجين عسكري مرور ينظم حركتنا في البيت، كمان تعزميني ده انت فتحية. انا بص يا ماما، انا ما بقولش حاجة يا ماما، يعني انا البيت لو بجد كبير وما فيهوش المشاكل اللي عندنا دي ما كنتش اتأخر، بس انت شايفة المشاكل عاملة ازاي؟ ده الواحد ما بيلاقيش لقمة حتى ياكلها. ماشي يا ماما، انا ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام. لا خلاص ابعتهم لك على طول. دولا كبسه كبسه، قوم يا دولا من ورا المكتب بسرعه. قوم. في ايه؟ امي جايه ورايا دلوقتي يا دولا، وسايبه الحاجات في التاكسي وانا مفهمها اننا صاحب البازار. انت صاحب البازار؟ امال انا ايه يالا؟ شغال عند ماما. انا شغال. ايه يا بابا؟ خش ياما، اتفضلي ياما. اتفضلي يا ست الكل. اهلا يا مرات عمي. اهلا اهلا وسهل. يا حبيبي. ايه رايك يا دوله في المفاجاه دي بقى؟ دي هايله، مفاجاه هايله. انتوا هتسيبوني واقفه ولا ايه؟ ما تقعدوش. لا اتفضلي، ده المكان كله بتاعك يا ست الكل، اتفضلي. ده عادل اول ما عرف يا ام امبارح ان انت جايه حلف انك لازم تقضي الايام اللي هتقعديها هنا عنده في البيت. هو يقدر يقول غير كده؟ لا طبعا. اهلا وسهلا، تنوري طبعا يا مرات عمي. يعني اهلا وسهلا يعني حضرتك، بس اصل هو عارفه المشكله عندي في البيت. ما دولا، برغم من ان ظروف عادل يا امي ما عندله، يعني اخته وامه وحماته قاعدين عنده في البيت، الا انه برضو اول ما عرف امبارح حلف انك لازم هتبيتي عنده. انا عرفت حاجات كتيره قوي امبارح. وحضرتك هتقعدي قد ايه ان شاء الله؟ يعني انا جايه عشان الروماتيزم اللي في رجلي، هم وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمه قوي، بس انا اول ما هكشف همشي على طول. ايوه بس. لا يا امي ما تقوليش كده يا امي، ده عادل هيزعل جدا. يعني ده اول ما عرف يا امي امبارح كده حلف انك لازم يعني هتمشي وانت خفه خالص. طبعا طبعا يا مرات عمي، اهلا وسهلا يعني، وحضرتك تنورينا يعني. بس يلا بس يلا بس يلا. روح فين شاي؟ روح شاي. شاي. خد هنا. نعم. انت بتبرطم بتقول ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان ما فرجتك يا رمزي. بحسب. بتحسب ايه؟ ما انا قلتها لك. اتفضلي يا ست الكل بقى، انت اكيد تعبانه يا امي من السفر، اتفضلي تعالي. بس انا ليا طلب صغير قوي كده، تفضلي اوضه انام فيها لوحدي انا والارنبين اللي انا سايباهم في التاكسي دول، اصل انا جايباهم من البلد، خفت احسن يقعدوا لوحدهم ما يقدروش يقعدوا.
لا ما تقلقيش عليهم الارنبين دول هيناموا في حضني ان شاء الله. اتفضلي بقى حاجه اوصلك. اتفضلي يا ست الكل. تعالي يا ست الكل. خد ايدي. اتفضلي. والله الروماتيزم. الف حمد لله. وسع كده وسع كده وانت مضيق الدنيا. حاضر يا ناس. عايز اروح. لا 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 خليك انت هنا، انا هوصلها واجي لك على طول عشان ما اعرفش هتنرفز عليك في السكه ولا حاجه. موضوع بيني وبينك والبازار مقفول علينا. دول ما صاحب البازار دول ما ورانا. ده نورك يا حبيبتي. يجننوا يا طنط، ميرسي جدا جدا. انا مش عارفه حياتك تعبتي نفسك قوي كده ليه. لا يا حبيبتي، ده انا هاخدهم معايا تاني، اصل انا خفت اسيبهم في البلد بيخافوا يقعدوا لوحدهم. ايه ده طنط ام رمزي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ سناء انت مالك كبرت كده وحشيتي؟ كبرت عشان البني ادمين بيكبروا مش بيصغروا يا طنط. القلب وما يريد اصل طول عمره اهبل. ماما انا داخله اغير هدومي. جرايه الحب عاميه. انت ناويه بقى ان شاء الله تقعدي فين؟ ايه والله ما انا عارفه، لكن اي اوضه جاهزه انا هقعد فيها انا والارانب. اوضتني اوضه. اي اوضه جاهزه طبعا. اهلا وسهلا يا مرات عمي. ده حضرتك تنورينا والله. اصل مرات عمي هتقعد معانا يعني ان شاء الله. معانا مين؟ معانا هنا هو باذنها في القصر، في القصر اللي احنا جايبينه هنا ان شاء الله. يا طنط منورانا يا حبيبتي، منورانا. ايه ايه في ايه؟ اتكننت يا عادل، انا ناقصه كمان مامة رمزي تقعد عندنا. ايه يا راني في ايه؟ ما تقعد عندنا في اي اوضه وخلاص. انت بتستهبل؟ بصي انا اتدبست، رمزي الزفت ده دبسني في امه، خلاص هعمل ايه؟ شوفي لها بقى اي اوضه تقعد فيها. اوكي اوكي يا عادل، انا هقعدها في الاوضه الفاضيه اللي عندنا. ايه ده، واحنا عندنا اوضه فاضيه؟ مامتي ونجلاء هيباتوا معايا في الاوضه، ومامه رمزي هتبات في اوضه مامي. طب وانا هبات فين؟ في البلكونه مع الارانب. مع الارانب. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ فين؟ وانا بسالك همسكك يعني همسكك. اهدى بس يا دولا، انا هفهمك كل حاجه. اهدى بس يا دولا. هتفهمني ايه؟ انا تقول عليا ان انا صايع ومش لاقي حته تقويني وشغال عندك في البازار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشقه بتاعتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ انت تستهبل يالا؟ امك هي اللي قالت الكلام ده. معلش يا دولا معلش. طب انا يعني كنت عايز اطمنها عليا يا دولا، ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش شقه وببيت هنا في البازار يا دولا؟ قمت قايل لها ان انا اللي صايع ومش لاقي حته تقويني. يا معلش يا دولا، يعني هي صايع دي هتلزق يا دولا؟ هتلزق. سمعتها هتبقى ايه قدام اهل البازار؟ علشان خاطر يا دولا والنبي، ها علشان خاطر يا دولا خليها تمشي بس وهي مطمنه عليا. يا عم ما تقولهاش على ظروفي، ما تفضحنيش يا دولا. ايوه بس بتعامل الناس اللي في البيت كلها كانهم خدامين عندها. ده انا سامعها وهي بتقول لرانيا، بنت يا رانيا هاتي شويه ميه وتعالي اغسلي رجلي. طب اقول لها بقى تغسل لها كعبها بالكب الحمرا. استهبل. معلش يا دولا والنبي. دولا يا ابن عمي بص سامحني، ها استحملوها بس اليومين دولت يا دولا. يعني اليومين دولت وانا بكره الصبح يا عم هروح اوديها للدكتور اللي هي عايزه تكشف عنده. دولا قوم يومين بس وهنرجعها البلد تاني. خلاص يا عم انت ايه دخلت على الست دي امي ليه؟ خلاص يا عم خلاص. شو ظروفي بس يا دولا؟ خلاص بس ما تقولهاش بقى تعاملهم انهم خدامين، تعاملهم بشكل محترم شويه. حاضر يا دولا. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ لا اتكل على الله. دولا انتوا فضيتوا لها اوضه تانية علشان الارانب؟ انا عارفه عاجبه فيها ايه مكدتي. بتقولي حاجه يا طنط؟ لا يا حبيبتي انا ما بقولش حاجه، بس بقول يعني انت بتشتغلي ايه في المدرسه؟ بشتغل تبشيره. نعم يا اختي. مدرسه يا طنط هكون بشتغل فيها ايه؟ بشتغل مدرسه. اصل انا ما بحبش يا اختي الستات اللي بيشتغلوا. الست لازم تقعد في بيتها وتراعي جوزها واولادها. طب وبتقولي لي انا الكلام ده ليه يا طنط؟ انا عندي لا جوز ولا اولاد. يعني انا بقول لما تتجوزي يعني لازم تسيبي شغلك وتقعدي في البيت وتراعي جوزك وبيتك. طب وانت مالك وما الكلام زي ده بتقوله لي ليه؟ يعني عشان انا هتجوز ابنك؟ انا لسه ما وافقتش. ما وافقتيش؟
يا نهار ابيض، ما وافقتيش عليا يا طنط على انك تتجوزي رامز ابني. بقى انت بتلفي وتدوري من الصبح عماله تراقبيني وتساليني 100 سؤال عشان عايزه تجوزيني سي رمزي. وماله رمزي يا اخت، ده برقبتك. وبعدين انا لسه بفكر وما وافقتش. نهار ابيض، هم في سلاقت عيله ماشيين على الحيط قالت لك لولي ملضوم بخيط. يعني ايه عايزين ننام في اوضه غير اوضتنا؟ امال هننام فين؟ معلش يا مامي، هتناموا عندي النهارده. هننام عندك النهارده؟ ده باعتبار يعني نعادل بينا وعلينا. ها، عادل هينام في الصاله وانتوا هتناموا عندي في الاوضه، وماما رمزي حبات في اوضتكم. انا عايز اعرف بقى ايه حكايه ام رمزي دي؟ جاي عشان الدكتور. ايوه انا عارفه، لكن دي بتعاملنا كاننا بنشتغل عندها. مجيده يا فين الشاي؟ هي دي عمايل برضو؟ شفتي بقى انا قصدي ايه؟ معلش يا ماما استحمليها، عادل لسه مكلمني وقال لي اصلها عقلها خفف شويه وتعبانه، استحمليها بقى. حاضر هستحملها، هنشوف اخرتها ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ادي اخرتها بقينا نخدم في البيوت. ها، حطيتي 5 معالق سكر زي ما قلت لك؟ ايوه. انت هتقعدي جنبي ولا ايه؟ ودي فيها ايدي كمان؟ لا ما فيهاش، القوالب نامت والانصاص قامت. اتفرجي على التلفزيون، اتفرجي. مش معقول، اللهم طولك يا روح. ايه يا رانيا واقفه عندك ليه؟ بتحرسي الحبل؟ لا يا طنط، واقفه بطبخ. بطبخ عادي يعني. ليه يا حبيبتي، هو في حد بيسرق حاجه من الحلل؟ لا، في ناس بتاكل اللحمه من الحلل. افندم بقى ست انعام، انت كمان قصدك ايه؟ بتبصي لي ليه وانت بتقولي الكلمتين دول؟ يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتاكليها. الله، وانا اصلا اعمل حاجه زي كده ليه؟ الجوع، الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر من كده. لو سمحتي يا طنطي، يا مامة رمزي، مامتي ما بتعملش الحاجات دي. يعني قصدك انا اللي جعانه؟ انا قلت كده؟ امبارح قلتي انك شفتيني وانا بطلع اللحمه من الحله. ايه يا ام عادل حركات الخدامين اللي انت بتعمليها دي؟ اولا ده بيت ابني، يعني ليا فيه اكتر منها. الله، جرى ايه؟ ما تخف شويه على البنت. وبعدين يعني هو مش ابنك قوي بالشكل ده؟ مش ابني قوي يعني ايه يا وليه؟ يا مجنونه انت، يعني ما انتش اللي مخلفاه. عادل مش انا اللي مخلفاه. مين اللي قال كده؟ انت وطنط يا مامه رمزي اللي لسه قايله كده دلوقتي. انت هتجننينا يا وليه انت. شفتوا بقى اهي الحاله ابتدت عندها. انا بتكلم عن ابن رمزي. مين اللي جاب سيره رمزي دلوقتي؟ اصل انا شايفاكم عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين، ونسيتوا كلكم انكم ضيوف على بيت ابن رمزي. هو انا بس اللي طالبه منكم يا جماعه ان احنا بس نصبر يومين، نستحمل ام رمزي شويه، لان المشكله ان زفت الطين رمزي ده فهم امه ان البيت ده يعتبر بيته، وان البازار ده بتاعه، وان انا اللي شغال عنده، ومن كرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البازار. لو ايدي طالت رقبه رمزي ده. ما توسخيش ايدك يا ماما، انا هتصرف مع زفت الطين رمزي ده. عادل انا ماليش دعوه، انت لازم تفهم مامه رمزي دي الحقيقه، انا اتخنقت. شفتي بقى، انا عشان كده مجمعكم النهارده وبنتفق يا جماعه، ام رمزي مش لازم تعرف الحقيقه ابدا. يا سلام، عشان بقى نفضل احنا نشتغل عندها شغالين وهي اصلا ناقصه. يعني هو رمزي اللي زي بصي، رمزي اول مره بيطلب مني حاجه صراحه يعني، وهو طبعا سبب كل المشاكل اللي انا فيها، وسبب ان البازار حاله واقف وكل حاجه مبوظها لنا عم رمزي ده، لكن اول مره يطلب مني طلب، يعني مش معقوله يعني هقول له لا يعني؟ وهو اللي طالبه ايه؟ امه لما تبقى في البلد تبقى مطمنه عليه. خلاص يومين، يومين بس نستحمل فيهم ام رمزي يا جماعه، وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل. إن لله وإنا إليه راجعون. بس سوء النية اللي انت فيه، هتتكل ترجع بلدها. خلاص يا عادل خلاص، احنا هنستحملها وهي كده كده بكره هتتكل، هتسافر. دول حبيبي. طب انتوا ما كشفتوش ليه يا ابني؟ الدكتور مرضيش يا دولة. ياه، للدرجة دي يعني حالتها ما يقوس منها؟ الحمد لله، الحمد لله حالتها ما يقوس منها، الواحد مطمن عشان كده يا دولة. اهو قلنا بقى نحجز بس. انت فرحان ان حالتها ما يقوس منها؟ يعني انا مش فاهم،
عملتوا ايه يعني؟ عملت ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العياده زحمه يعني، وانا بتخنق من الزحمه، فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني. يعني حضرتك حجزتي دلوقتي وكشف بالليل؟ لا الحمد لله. بكره؟ لا الحمد لله. بعد بكره؟ لا الحمد لله. امال امتى يا طنط؟ بعد شهر. ايه؟ ايه؟ لا لا لا، هو مش شهر بالظبط، هم 28 يوم. كشف ايه ده يا طنط اللي بعد شهر؟ يا بنتي قلت لك بعد 28 يوم، اصل الدكتور ده مشغول قوي، ما عندوش ولا يوم فاضي الا بعد 28 يوم. اه يا ضهري ياني، شكلي كده هيرقد في السرير شهر. اه يا وسطي ياني، شكلي هرقد جنبك في السرير شهر، ده الرقده معاكي ارحم يا طنط. مش هنلحق نشبع منك يا طنط، معقوله هتقعدي معانا شهر واحد بس؟ لا 28 يوم. بس تعرفي انا قلقانه، اصل الارنبين مش مولفين على المكان. يعني انتوا ركز معايا يا رمزي، دخلتوا للدكتور في اوضته؟ لا خالص. يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه؟ لا ما نعرفش خالص. دول طب ايه رايك في اللي يجيب لك الدكتور ده لغاية البيت عشان يكشف على امك؟ لا انت بتتكلم بجد؟ دولة هتقدر هتقدر والنبي دولة؟ اه طبعا اقدر، امال ايه يا ابني؟ انت ابن عمي يا ابني. ربنا يخليك يا دولة. وامك دي يعني مرات عمي. لا يا راجل. طبعا يا طارق انا خدماتي كتير جدا عملتها لك، وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك، فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه؟ ايه عادل؟ ايه عادل؟ انت كل شويه تزلني عشان حليت مكاني في الثانويه العامه عادل. واللي غريبه يا اخي ان انت تجيب مجموع كبير برغم ان انا اللي حلق لك، والحل اللي انا عملته ما جيبش منه اي مجموع. المهم انا عايزك تمثل دور دكتور. طب انا دكتور فعلا. انت دكتور بيطر يا عم، بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور. يا نهار اسود، امال لو كنت بقى حلل بدماغك انت وحلل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا، عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور. روماتيزم مشهور؟ ايه الاسم الغريب ده يا عادل؟ يا عم مش اسم ده، صفة ان هو دكتور. يعني انت هاخدك معايا هتكشف على واحدة ماشي، وتقول ان هي عندها روماتيزم وتكتب لها اي علاج وخلاص. بس انا عمري ما كشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور. وانا واخدك تكشف على بهيمة، دي واحدة ست يا ابني. هو ده علاج على اساس ايه؟ انا عمري ما كشفت على بني ادمين. ما هي يعني ما تعتبرش بني ادمين قوي، دي ام رمزي واحد يعني صاحبنا. المهم يعني انت هتكشف عليها وتقول لها يا حاجة انا شايف ان عندك روماتيزم، وتقوم مطلع روشتة وكاتب اي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني. بقول لك يا امي ما تخبيش عليا، الناس دولت مريحينك ولا تردهم لك؟ لا مش انا، بس نصيحه مني، لما يمشوا ابقى هات حد يرش لك الشقه. عينيا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اهو جبت لكم الدكتور معايا اهو، شفت يا رمزي؟ اه يا دولة ده دكتور اهو بجد. شفت يا رمزي؟ عرفت لوحده اهو، ولا عارفك ولا حاجه، ده اغبى واحد في العيله اصلا. اتفضل. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ والله يا ابني تعبانه قوي. زيك ايه؟ هو انت جاي تسالها ما تكشف يا دكتور وتعرف عندها ايه؟ طمني يا دكتور، طمني على امي. يا ابني هو كشف لسه؟ وريني سنانك كده يا حاجه. بتوري له سنانك؟ لا سنانك انت، عايز اعرف عندك كام سنه. انا اشطر دكتور في الحكايه دي بقى. في مره جالنا حمار رئيس القسم بنفسه ما كانش عارف يسننه. والله يا جماعه والله وملكوا عليه حلفان، انا اللي جبت له سنه. وانت بتكشف على بهيمه ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده طمني يا دكتور. يا دكتور ما تعدل امال، الروماتيزم احنا قارين. انا طبعا دكتور روماتيزم مشهور، مفيش شك في الحكايه دي بقى. وعايز اعرف يا حاجه اخبار الروماتيزم معاكي ايه؟ يا دكتور انا عمال اقلق. طمني. الحاله دي مع النبتي بتبان في اللبن. نعم. يعني قصدي
لون اللبن اتغير، طعمه اتغير، يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ايوه هو قصده يعني لما بتشربي اللبن بقى يا حاجه مثلا بتحسي ان طعمه متغير ولا بتحسي بحموضه؟ انت كنت قلت لي يا دكتور في السكه ان في علاج للروماتيزم، اصل عندها روماتيزم، انت عارف طبعا اكيد عرفت ان عندها روماتيزم، ايه علاج الروماتيزم؟ بصوا بقى يا جماعه، يا لازم تدفن نفسها في الرمله. يا مصيبتي الكلام اللي انت بتقوله ده. طب وهتتنفس ازاي يا دكتور؟ ما هي هتدفن جسمها كله ما عدا راسها بس. يعني حضرتك تقصد ان احنا نملا لها الاوضه رمله؟ لا لا، اوضه ايه؟ الاوضه ايه؟ هي هتدفن نفسها في رمله الواحات، وابنها يروح معاها عشان يسقيها ميه 3 مرات في اليوم لمده اسبوع. ايوه بس كده يا دكتور مش هتلحق تزرع. يبقى حط لها اسماك بقى اتصرف يا رمزي. هعمل الحكايه دي امتى وازرع؟ من دلوقتي. تلم حاجاتك وتطلعي على الواحات عدل يا حاج. من الصبح هاخد القطر، بس تعرف ان كلامك ده شبه كلام الحلاق اللي في البلد بتاعنا. ايوه قولي، ما كلهم دكاتره وعارفين بعض. انا هسافر معاها بكره. طب يا رمزي تعالى اقول لك حاجه لو سمحت. متشكرين قوي يا دكتور، والله مش عارف يعني مجهودات حضرتك، ده اشطر دكتور روماتيزم في جمهوريه مصر المتحده. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ ده فلوس فلوس فلوس. خلي معاك ال 100 جنيه فلوس. انت رايح الوحيده يا دولا. ايه ما انت خدتها؟ خد ال 20 جنيه دول كمان. دي اعمل بيها ايه دي؟ دي بقى عشان ترشها كماوي عشان الدوده. يالا